بعض الدكاتره بيقولوا لنا ايه، لا 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 الكرش ده عادي، اصل ده طول عضلات، لا او ده طول عضلات بطنه لسه ما اتكونتش، فطبيعي طبيعي انه يكون عنده كرش، يعني العضل لسه مقويش وملمش احشائه ده. يعني شرهان اسمحي لي اقول لحضرتك معلومه غلط، يعني الكرش بيبان مبكرا، ما انت حضرتك بتقول من سن 5 سنين، من سن 5 سنين فيما فوق فعلا الاعداد رهيبه. يعني اي طفل دلوقتي عنده كرش انا بقول لبابا او مامته تيك كير، الطفل ده هيجي له مقاومه انسولين فورا. يعني كل الدراسات بتقول ان اي طفل عنده كرش ده عنده احتماليه اصابه مقاومه انسولين اكتر من 70%، وخصوصا لو كان الاب او الام عندهم سكر. طب يا مقاومه انسولين اتفضلي. لا اتفضل هيكمل. انا عايزاك تشرح لي بس مقاومه انسولين من ايه نسمعها كتير قوي. يعني بقى نسمعها اكتر من كلمه الصداع، يقول لك ده عنده مقاومه انسولين، اشرحها لي بس بطريقه بسيطه عشان برضو نفهم. مقاومه انسولين يا فندم عباره عن ان البنكرياس مش قادر، يعني انا بديله كميه، انا بدي كميه سكر لجسم معينه، البنكرياس بيفرز لي انسولين معين يقدر يهضم الكميه دي، فلما بيزيد الكميه عن الحد البنكرياس ما بيبقاش قادر يفرز الكميه دي كلها، فبيحصل الخلايا الانسولين مش قادر يدخل السكر جوه الخليه، فبيحصل مقاومه للانسولين ده. فبيحصل مقاومه انسولين، فبالتالي الاقي الطفل عنده تراكم رهيب للخلايا اللي هي مش قادره تخش جوه الخليه دي في منطقه البطن والاحشاء، يعني عنده البطن والجوانب عاليين جدا. ده بيترجم بعد كده فورا ان هو اولا صحيا ما يكونش كويس، ثانيا بنلاقي مشاكل في الجهاز العظمي، العضلات، الاربطه، بلاقي منطقه كرش عاليه مشاكل رهيبه. بل ان انا في الايام الاخيره دي بدات الاقي مثلا اطفال 10 سنين بقول له الاقي عنده منطقه كرش عاليه. طبعا يعني مقاومه الانسولين لها علامه مميزه جدا اقدر اعرفها بالطفل من غير ما اعمل تحليل مقاومه في علامات بتالي في التنايات الرقبه بتبقى غامقه شويه، غامقه صح؟ تنايات غامقه في الجسم، الزوائد الدهنيه في اماكن معينه، فاول ما بشوفها بشك فورا من الطفل عنده مقاومه انسولين.